ومن المسائل أن المعتكف لا يخرج إلا لما لا بد له منه، وإلا ينقطع اعتكافه ولا إثم عليه إلا إن كان نذرا، لا يخرج إلا لما لا بد له، إما من حيث الشرع وإما من حيث الحس. من حيث الشرع، بعض الناس الآن معتكف في مساجد مؤقتة أوقات، فصلى معنا، هذا لابد منه شرعا. إنسان يريد أن يتوضأ فخرج، هذا لابد منه شرعا. أو لما لابد له من حيث الحس، بعض الناس قد يحتاج إلى دورة المياه، يجوز له أن يخرج. بعض الناس يريد أن يأتي بطعامه من بيته، لأن هناك من لا يأتي له بالطعام، لا إشكال في ذلك. إذن لا يخرج إلا لما لابد له منه.